ينتهي عام ويحل آخر وتكثر الأماني والتطلعات، وللمراهقين أيضا تطلعاتهم ورؤيتهم الخاصة للحياة بكل ما فيها. تابعونا لنتعرف على قصة أحد هؤلاء الشباب. بأفكاره وكتاباته يحرص حمدي عناني ذو 16 من العمر على أن يكون في رفقة كتاب مفيد أو صديق نصوح، وهو يعزز إيجابيات شخصيته ويطور ذاته بما ينفع. أنا شاب ولكن عمري 1000 عام، وحيد لكن بين ضلوعي زحام، خايف ولكن خوفي مني أنا، أخرس ولكن قلبي مليان كلام. هاي من رباعيات صلاح جاهين، ويعني أنا هاي دائماً بتعرف عني وعن حالي. ويعني من بين كل الشباب فكرت كيف ممكن أبدأ طريقي في الشغل اللي أنا بحبها، في يعني دائماً الطموحات والأحلام تفتح المجالات للإنسان. ذا رأي وذا عزيمة، وجدناه لا يتردد في التعبير عن نظرته لما يجري حوله بكل وعي. الأخبار دائماً سلبية، أو على الغالب صارت سلبية. يعني شيء مؤلم انك تشوف هيك اشياء، انه احنا في كل دول العالم، في كل قارات العالم يجمعنا شيء واحد وهو الإنسانية. يعني وين ما كنت في قلب انسان بينبض جواك. يعني بداية كمان يترشح شخص للرئاسة، مثل التصريحات الأخيرة لدونالد ترامب، كمان شيء بداية اللي هو ان تكون ضد حدا، وتشويه الإسلام عن طريق جماعات إرهابية شوهت معنى الإسلام كامل وهم لا يمثلوا الإسلام أصلاً. أشياء مزعجة دائماً في الأخبار موجودة تعاد وتكرر. ليش؟ أمنياتي في 2016 بتمنى إنه الخير والسلام يعم على وطننا العربي وعلى كل العالم، والسلام يضل هو الأساس بيننا. وبتمنى طبعاً لنفسي التوفيق والنجاح في العام الجديد، وإن شاء الله الله يحقق لي أمنياتي كلها، ولكل مجتهد نصيب، وإن شاء الله يكون إلي نصيب من اجتهادي. وهكذا تركنا حمدي يبحث عما ينير طريقه ليحدد موطئ قدمه مستقبلا كي يتجنب العثرات. من دبي لليوم على الحرة، مصطفى سكحال.